تصنيع كرات الدم. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هكلمكم عن موضوع اسمه إريثروبويتين، من ضمن الفيديو اللي أنا بعمله دلوقتي اللي هو تصنيع كرات الدم الحمراء. أنا قبل كده اتكلمت في فيديو آخر عن هذا الهرمون، هرمون الإريثروبويتين. هو الاسم صعب شوية، بس ممكن الاسم السهل تقوله هرمون تصنيع كرات الدم الحمراء أو هرمون تنشيط كرات الدم الحمراء. بنحاول نشوف اسم سهل يعني. زي كده التستوستيرون، هرمون التستوستيرون. لما حد ما يقدرش يفتكر كلمة التستوستيرون ففي اسم سهل اللي هو إيه؟ كلكم عارفينه طبعا، هرمون الذكورة. على فكرة قبل ما أكمل، الريثروبويتين ده كان من الحاجات الاكتشافات المهمة جدا جدا في حياتنا الطبية وفي حياة الناس، أنقذ حياة ناس كتيرة ومر بمراحل كتيرة جدا حتى تم اكتشافه وتصنيعه في حقن، زيه زي أي اكتشاف طبي خد أكتر من 100 سنة أو 100 وشوية. حاليا بقى متاح، وبالمناسبة أنا عملت قصة اكتشافه في فيديو سابق، تقدروا تشوفوه ايه، اضغطوا على الرابط اللي فوق ده هيظهر لكم الفيديو تقدروا تراجعوه. فموضوعنا النهاردة تصنيع كرات الدم بصفة عامة وبصفة خاصة كرات الدم الحمراء. الموضوع لأنه متخصص فأنا هعمله على فيديوهين، واحد لجميع الناس، يعني هدفي منه ان احنا نتعلم ازاي بتتعمل كرات الدم بصفة عامة وخاصة الحمراء، نشوف الموعظة، نشوف قدرة الخالق سبحانه وتعالى كيف بنى جسم الانسان بدقة متناهية. كرات الدم بصفة عامة قلت لكم ان انا هعمل ايه، جزئين. الجزء الثاني هيبقى مفصل شوية، فالجزء الاولاني اللي انا بعمله دلوقتي لاي واحد يقدر يتفرج عليه، والهدف منه تاخده الموعظة، والإنسان اللي شوية عنده زبزبة يقدر يبقى عنده يقين تام في إن هذا وراء هذا الكون خالق مدبر سبحانه وتعالى. الجزء الثاني هيبقى مفصل بقى. الجزء الثاني ده ممكن الناس العادية اللي يحب يتثقف بعمق ويفيد جدا الطلبة الدارسين الطب أو أي مجال طبي، اللي بيدرسوا مختبرات، اللي بيدرسوا أشعة، اللي بيدرسوا صيدلة، هيكون مفيد ليهم جدا جدا. يسمعوه يديهم فكرة كده بالعربي بشكل بسيط، عشان بعد كده ما ييجوا يقروا في التكست بوك بتاعتهم، في الكتب المراجع بتاعتهم، يبقى الأمر سهل عليهم. كرات الدم بتتصنع إزاي؟ بتتصنع، دي أول نقطة نقف عندها، بتتصنع من خلية واحدة عارفينها، أنا عارف إنكم سمعتوا عنها مليون مرة، الخلية الجذعية، ستيم سيل، الخلية الجذعية أكيد مفيش حد ما سمعش عنها الأيام دي. هذه الخلية خلية واحدة طلع منها كل الكرات بتاعت الدم، لا مش بس كرات الدم، طلع منها كل خلايا الجسم، تطلع من خلية واحدة سبحانه وتعالى الواحد. ودي مش شيء غريب، كل حاجة في هذه الدنيا بتطلع من واحد، الكون طلع من إله واحد، صح؟ مش إحنا جينا من حيوان منوي من الأب وبويضة من الأم، يعني خلية وخلية. يا ترى الخليتين دول ليه ما مشيوش مع بعض كاتنين وعملونا كبشر؟ لا، قبل ما يعملونا كبشر الاتنين اتوحدوا في واحد، الاتنين اتوحدوا في إيه؟ في واحد. والواحد ده اللي هي خلية واحدة، اللي هي الجنين، المرحلة الأولى من الجنين، خلية واحدة، خلية واحدة كونتني وكونتك وكونت كل البشر، زينا زي جميع المخلوقات، تبتدئ برقم واحد لا إله إلا الله. فكرات الدم زيها زي أي شيء بتبتدي من إيه؟ من رقم واحد، من خلية اسمها الخلية الجذعية. الخلايا الجذعية دي بتكون جميع خلايا الجسم، فهي خلية ايه؟ غير متخصصة. ما هي لو بتكون نوع واحد بقت اسمها متخصصة، لكن هي غير متخصصة. أول حاجة إنها غير متخصصة، تاني حاجة
متعددة القدرات، متعددة القدرات لأنها بتكون جميع كرات الجسم، جميع خلايا الجسم، وستيم سيل لأنها خلية جذعية. بالإنجليزي بنقول عليها إيه؟ مالتي بوتنت، يعني متعددة القدرات، uncommitted أو unspecialized، غير متخصصة ستيم سيل. مالتي بوتنت uncommitted ستيم سيل، ده اسمها بالإنجليزي، اللي يحب يعرف الاسم بتاعها إنجليزي. أختنا دي الأولانية ديت أو الخلية الأم دي بتطلع بقى خلية تانية برضه ستيم سيل، برضه إيه، خلية جذعية بس متخصصة. يعني إيه؟ بتتطور إنها تطلع كذا خلية من النوع المتخصص، اللي تطلع كرات الدم الحمراء، اللي تطلع كرات الدم البيضاء، اللي تطلع خلايا الأعصاب، اللي تطلع خلايا العضلات، جميع خلايا الجسم. كل تطلع كده خطوط من الخلايا المتخصصة دي بنسميها بقى ايه؟ برضو ستيم سيل، بس ايه؟ specialized او committed، وبرضو multi potent. ليه بقى multi potent؟ متعددة القدرات، لان برضو خلية واحدة متخصصة بس بتطلع مثلا كل انواع كرات الدم الحمراء، كل انواع كرات الدم الحمراء والبيضة والصفائح. فإذا هي متخصصة في كرات الدم ومتعددة القدرات وخلية جذعية، متعددة القدرات بتطلع أبيض وأحمر وصفائح دم. هذه الخلية الجذعية يا ترى كده بتشتغل بمزاجها؟ لا طبعا، ده في سبحانه وتعالى، ما هي هتشتغل إزاي؟ لازم يحط لها حاجة تشغلها. هي طبعا شغالة، كرات الدم الحمراء مثلا بتموت بعد 120 يوم، ويمكن كتير منكم مش عارف ليه هي بتموت بعد 120 يوم، ليه ما بتقعدش اكتر من كده؟ هشرح لكم فيما بعد ليه بتموت بعد 120 يوم. الكرات الخلايا الجذعية بيشتغل بالانسان الطبيعي، بتشتغل عشان تطلع كرات دم حمراء. طبعا كرات الدم الحمراء ديت التي تنتج كل يوم بلايين من كرات الدم الحمراء، هل هي بتشتغل لوحدها؟ لا، لازم ربنا سبحانه وتعالى يبعت لها رسول يقول لها اشتغلي، اشتغلي بالراحة او اشتغلي زيادة عن الطبيعي حسب الظروف. طب ايه هي بقى الظروف اللي بتتحكم في تشغيل هذه الخلية، تخليها تشتغل عادي او تشتغل بسرعة او تبطأ؟ هو ده حاجة اسمها هرمون إريثروبويتين. هذا الهرمون نقدر نسميه هرمون تنشيط كرات الدم الحمراء أو هرمون تصنيع كرات الدم الحمراء. هذا الهرمون بيطلع منين؟ بيطلع من الكلى بنسبة 85%، بيطلع من الكلى 85% و15% من الكبد. ليه من الكبد؟ لأن هو أيام ما كان جنين في بطن الأم كان بيطلع من الكبد كله، وبعدين الإنسان لما كبر واتولد بقى يطلع 85% منه فين؟ في الكبد، العفو، في الكلى. النقطة دي مهمة جدا، حكاية ان هو بيطلع من الكلى 85%، يعني لو الكلى حصل لها حاجة ما يطلعش، لو الكلى حصل لها حاجة ما تطلعش هرمون تنشيط كرات الدم الحمراء دي اللي هو اسمه إريثروبويتين. وده حول الله اللي بيحصل للناس اللي كان عندها فشل كلوي زمان، مش دلوقتي، دلوقتي لقينا حل. زمان اما كان واحد يحصل له فشل كلوي ما يطلعش الإريثروبويتين، فالخلايا دي ما تشتغلش، ما فيش كرات دم حمراء، فيحصل عنده ايه؟ أنيميا شديدة، فقر دم شديد. يبقى هو فشل كلوي وفقر دم شديد، الاثنين يعني خلى حالته حالة. يغسل الكلى ويبقى كويس، الكلى بقت كويسة، يعني مفيش السميات، بس ما بتطلعش الهرمون ده اللي هو الإريثروبويتين، فيتنته يعاني من أنيميا شديدة طول عمره، ولازم ياخد ايه؟ نقل دم، نقل دم، نقل دم، لحد ما ربنا فرجها علينا وعرفنا، اكتشفنا الإريثروبويتين ده وصنعناه وبقى في حقن، فما بقاش ان شاء الله فيه مشكلة، بقى عيان الفشل الكلوي يعمل غسيل الكلى
وياخد حقن الاريثروبويتين فيبقى يخف ويعيش عادي تماما تماما. فهي بتتصنع فين؟ الاريثروبويتين ده بيتصنع في الكلى بنسبة 85%. طيب امتى الكلى بقى تصنع هذا الاريثروبويتين؟ الاول قلت الخلايا الجذعية ديت عشان تشتغل عايزة الاريثروبويتين. طب المصنع بتاع الاريثروبويتين ده فين؟ في الكلى. طيب الكلى عشان تشتغل وتطلع الاريثروبويتين ده عايزه برضو الرسول يكلمها يقول لها يا كلى احنا عايزين اريثروبويتين زياده، اشتغلي طلعي لنا كميه اكتر لان احنا محتاجين كرات دم اكتر. طب ايه هو السبب الرئيسي اللي يخلي الكلى تطلع اريثروبويتين؟ السبب الرئيسي فكروا كده في ايه هي وظائف كرات الدم الحمراء. وظائف كرات الدم الحمراء هي ايه اساسا؟ انا سامع اهو، يعني احب اللي بيسمعني يرد معايا. الوظيفه الاساسيه لكرات الدم الحمراء ايه؟ انها تشيل الاكسجين، ده هو وظيفتها الاساسيه. اساسا بتشيل الاكسجين من الرئتين وتوديها للانسجه. طيب لو الاكسجين ده ناقص، لو الاكسجين ده ناقص لسبب من الاسباب، يعني زي ما هتكلم بعد كده، واحد طلع عايش في منطقة ساحلية وراح اتنقل راح الجبل، راح منطقة جبلية عالية، فهناك الأكسجين تنشن اللي هو ضغط الأكسجين قليل فبيقل عنده في الجسم، فيحصل إيه؟ هذا الإنسان عنده الأكسجين قل، فلازم كرات الدم الحمراء تزيد. واخدين بالكم؟ يعني افترضوا إن أنا هذا الإنسان عنده 5 مليون خلية كرات دم حمراء، عاملة له أكسجين، عاملة له هيموجلوبين اللي بيشيل الأكسجين بنسبة 60%. عايز يزود هذه النسبة شوية، فيعمل إيه؟ كرات الدم الحمراء تزيد، بدل 5 مليون تبقى 7 مليون، فتصبح كفاءتها في شيل الأكسجين بقت أكتر. فبدل الأكسجين عنده 60% بس، لا بقى 80% أو 90%، فبدأ ياخد حاجته للجسم. فإذا لو الأكسجين نقص، ضغط الأكسجين في الدم نقص، على طول الكلى تعمل إيه؟ ده الرسول. ضغط الأكسجين بينقص، طبعًا بيبان الضغط الأكسجين عندها في الكلى، الأوعية الدموية اللي داخلة الكلى، الكلى الخلايا بتاعتها بتحس الأكسجين ناقص، بتبتدي تفرز الإريثروبويتين. يروح رايح فين؟ هذا الإريثروبويتين يروح على العظام. الايه؟ البون مارو، نخاع العظم، عشان يشتغل على الخلايا الجذعيه المتخصصه عشان تطلع كرات دم حمراء. بيشتغل عليها ازاي؟ اقول لكم بيشتغل عليها ازاي. اي هرمون في الدنيا، هو الهرمونات طبعا بروتين. وعلى فكره معلومه سريعه، لو انت سمعت اسم في باللغه الانجليزيه وعايز تعرف ده بروتين ولا لا، بص لاخر حرفين، لو لقيت في اخره اي ان ان بروثرو بايوتين، فده بيبقى ايه؟ على طول بروتين. اي حاجه في الدم اخرها اي ان جلوبيولين يبقى ده ايه؟ بروتين. ماشي، اي حاجه اخرها اي ان دي تبقى بروتين في الدم. فعندنا الاريثرو بايوتين يروح على النخاع، نخاع العظم، ينشط الخلية الجذعية الايه؟ المتخصصة. ازاي؟ انت عارفين دلوقتي كلكم طبعا فاهمين الفيروسات وكوفيد والاتش اي في والحاجات دي ازاي بيروح للخلية ويمسك فيها، عن طريق مستقبلات على جسم الخلية، ريسبتورز. فهو اي هرمون وزي بقية الهرمونات الاريثروبويتين يروح على الخلية الجذعية، هيلاقي فيه مستقبلات خاصة بيه اسمها ريسبتورز، يمسك فيها، أول ما يمسك فيها تروح رايحة رسائل الار ان ايه، الام ار ان ايه، تنشط الخلية فتبتدي تكون ايه؟ كرات الدم الحمراء. طب يعني معنى كده ان اي واحد الاكسجين بتاعه يقل عايز يعمل كرات دم حمراء كتير عشان تشيل كمية اكسجين اكتر، فيبتدي يفرز هذا الاريثروبويتين. فإيه هي بقى العوامل التي تؤثر على إنتاج كرات الدم الحمراء؟ يلا عايزين نكو طلبة وفي الامتحان،
العوامل التي تؤثر على إنتاج كرات الدم الحمراء. في عوامل كتيرة بس أهم حاجة هي نقص الأكسجين. اسمها إيه بقى نقص الأكسجين ده بالنسبة للناس اللي ليها في المجال؟ اسمها هايبوكسيا. هايبوكسيا يعني نقص الأكسجين. يبقى إذن أول حاجة بتؤثر على إنتاج كرات الدم الحمراء هايبوكسيا. هايبوكسيا نتيجة أي سبب؟ ممكن يكون سبب طبيعي فسيولوجي اللي احنا قلناه، وهي دي كانت بداية اكتشاف الإريثروبيوتين. واحد وحكيتها أنا قبل كده، يا ريت تبقوا تشوفوا الفيديو بتاع الإريثروبيوتين اللي أنا حطيت العلامة بتاعته فوق، ممكن مش عارف فين، هنا ولا هنا، اضربوا في العلامة اللي هتظهر لكم يطلع لكم الإريثروبيوتين. واحد عالم راح عايش في منطقة ساحلية بمستوى البحر، طلع لسبب من الأسباب راح اتنقل إلى جبل، قعد فيه أسبوعين ثلاثة، لقى النفس صعب شوية وبتكرش، راح عامل تحليل الدم بعد أسبوعين ثلاثة، لقى كرات الدم بتاعته اللي كانت 5 مليون لقاها بقت 7 مليون وشوية. فالراجل ده أول واحد فكر، كان الكلام ده من حوالي 150 سنة، قال لك يبقى إذن الهايبوكسيا اللي هو نقص الأكسجين، عشان دي في الجبال، بتشتغل على النخاع فبيطلع كرات دم حمراء، فزودت كرات الدم حمراء عندي. بعد كده يعني كده قصة بسرعة كده، بعد كده بدأ سنة بعدها بعشرين تلاتين سنة، ناس واحد برضو عنده أرنب كده عنده أنيميا، فقال لك ده في حاجة في دم الأرنب دي بتعمل الأنيميا، فراح قال لك أخد أحقن أخد دم من هذا الأرنب العيان وحطه في أرنب سليم أكيد هيحصل له أنيميا. فحط الدم في أرنب المصل، حطه من الأرنب العيان إلى الأرنب السليم، لقى الأرنب السليم حصل له أنيميا؟ لا ما حصلوش انيميا، ده كرات الدم بتاعته زادت. قال لك يبقى اذا الارنب العيان اللي عنده انيميا في حاجه عنده طلعت في الدم عشان تزود كرات الدم الحمراء وتخفف له شويه الانيميا. لما حقنته في الارنب السليم هذه الماده نشطت تصنيع كرات الدم الحمراء. بدات هذه الفكره ان في ماده في الدم بتصنع بتنشط تصنيع كرات الدم الحمراء، مش عارف هو ايه هي الماده. بعد كده بقى استقروا بعد كده العلماء يدرسوا في هذا الكلام بتاع اخونا، يمكن ده كان فرنساوي تقريبا، بداوا يدرسوا لحد ما استقروا على اسمها إريثروبيوتين، بس ما كانوش عارفين هو بيطلع منين. لحد سنه 1950 او 1000 ما بين 50 و60 لقوا الناس بتوع الفشل الكلوي بيعانوا بشدة من الأنيميا، فقالوا فشل كلوي وأنيميا جديدة، يبقى المادة إياها الإريثروبويتين ديت يا حاجة من الاتنين، يا إما فشل الكلوي ده بيخلي إنتاجها يقل، يا إما الكلى نفسها بتنتجها، وبالتالي لما يكون عندها فشل كلوي إيه اللي يحصل؟ ما تنتجش هذا الإريثروبيوتين. قعدوا يبحثوا لحد ما توصلوا إلى إن فعلا مصدره فين؟ في الكلى، إنه بينتج في الكلى بنسبة عالية اللي إحنا قلنا عليها بعد كده، عرفنا إن هي 85%. عشان كده قال لك عشان كده عيان الكلى الفشل الكلوي بينتجش الإريثروبيوتين فبيبقى عنده فقر دم شديد. قعدوا يشتغلوا عشان يحلوا، عايزين الإريثروبيوتين ده عشان نديه لعيان الفشل الكلوي، حرام فشل كلوي وانيميا يعني واحده بس. فلحد سنه 1983 هوبا اكتشفوا هرمون الإريثروبيوتين وبداوا يصنعوه ويطلعوه في ازايز كحقن ويدوه العيانين الفشل الكلوي. عيان فشل كلوي يعمل غسيل وهو ده الوقت الحالي وياخد إريثروبيوتين، فالكلى تتحسن بعد الغسيل والانيميا بتاعته بتتحسن ويعيش سعيد ويبقى 100 100. فاول عامل واهم عامل بيطلع لي كرات الدم الحمراء هو هايبوكسيا نقص الاكسجين. فيش حاجه تانية؟ في حيوان تانية بس مش مهم، مش هي دي الاهم. هو طبعا الواحد اما يفكر منطقي، اول ما مخك يفكر ايه العوامل اللي بتاثر على انتاج كرات الدم الحمراء على طول تقول نقص الاكسجين هايبوكسيا. في عوامل تانية، المصنع اللي بينتج ما ممكن يكون متأثر، البون مارو لو في مشاكل في البون مارو ممكن تأثر على إنتاج كرات الدم. المورد اللي بيورد المواد الخام، مين اللي بيمورد أو بيصنع المواد الخام في الجسم؟ الكبد هو اللي بيصنع المواد الخام، بيدي الأمينو أسيدز والمكونات الأخرى اللي بتكون الهرمونات. فإذا لو الكبد فيه مشكلة
يبقى إذن يتأثر في حاجة تانية. في طبعا هرمونات أخرى بتأثر، وفي حاجة تانية الغذاء. لو الغذاء بتاعك، الناس اللي في مجاعة ما عندهاش أمينو أسيدز، ما عندهاش بروتينز، ممكن يتأثر. فدي الحاجات دي كلها اللي بتأثر على إنتاج كرات الدم الحمراء. يبقى إحنا هنجاوب، عايز أجاوبكم على السؤال اللي أنا قلته قبل كده في بداية الحلقة، هو ليه كرات الدم الحمراء بتموت بعد 120 يوم؟ هو بالظبط إيه، من 100 إلى 120، بس الرقم اللي إحنا مستقرين عليه إن هي بتموت بعد 120 يوم، رقم 120 يوم، ماشي؟ بتموت ليه؟ هي كرات الدم الحمراء وظيفتها هي إنها تنقل الأكسجين. تنقل الأكسجين منين؟ من الرئة إلى الخلايا. تديها، تدي الأكسجين للخلايا وتاخد منها إيه؟ ثاني أكسيد الكربون، وترجع للرئتين تعكس الحكاية. ودي على فكرة برضو من معجزات ربنا سبحانه وتعالى. كرة الدم الحمراء فيها حاجة اسمها هيموجلوبين. هذا الهيموجلوبين إزاي هو لما يبقى عند الخلايا في الأنسجة يسيب الأكسجين ويشيل ثاني أكسيد الكربون، ولما يروح للرئة العكس، يسيب ثاني أكسيد الكربون ويشيل أكسجين. إيه اللي بيحصل؟ كانت حاجة محيرة الدنيا كلها، ودلوقتي الحمد لله فهمناها. هعملها لكم في الفيديو القادم إن شاء الله، فانتظروني هشرح لكم إزاي جزيء الهيموجلوبين ده بيشتغل بطريقتين. إزاي لما يكون في مكان يعمل حاجة وفي مكان تاني يعمل نفس الحاجة، جزيء واحد. فليه كرات الدم الحمراء بتموت بعد 120 يوم؟ هي اما بتطلع والقلب بيدفعها بتروح فين عشان تشتغل؟ بتروح لحد الخلايا. الخلايا دي هي ايه؟ اقل حاجه في الجسم، مفيش بعد كده اصغر من كده. عشان توصل للخلايا بتمر في الاوعيه الدمويه الكبيره الاول اللي طالعه من القلب، وبعدين الاصغر والاصغر والاصغر، لحد اما توصل لايه؟ للشعيرات الدمويه. الشعيرات الدمويه ديت يعني الوسع بتاعها أقل سنة من حجم كرة الدم الحمراء، وده ليه حكمة، ده ليه حكمة، مش يعني مش أي كلام. هي ليه كرات الدم الحمراء، الأوعية الدموية العفو اللي هي الشعيرات، المساحة الداخلية بتاعتها الأنبوبة ديت أضيق من كرة الدم الحمراء بسنة. برضو نبص للوظيفة، الوظيفة بتاعت كرة الدم الحمراء إنها تسيب الإيه؟ الأكسجين، تتبادل الغازات مع الخلية. فلو الشريان الشعيرات الدموية دي واسعة شوية، كرات الدم الحمراء إيه؟ تمشي بسرعة، تمشي إيه؟ بسرعة، ما يبقاش عندها في وقت كافي إنها تتبادل الغازات. فهي عايزة تمشي ببطء عشان تتواصل مع الخلية. يا خلية إيه الأخبار عندك؟ أنت عايزة قد إيه أكسجين؟ لا، مش بتسيب الأكسجين كده اعتباطا، لا، ده بتسيب الأكسجين بمقدار، 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 مش أي حاجة. يعني لو خلية عايزة أكسجين كتير نديها، لو عايزة أكسجين قليل أديها قليل. واحد بيلعب رياضة، العضلة بتاعته مجهدة، مجهدة جدا وعايزة أكسجين كتير عشان تعمل طاقة. فكرة الدم الحمراء في خلية العضلة، أنت عايزة أكسجين كتير، نديكي أكسجين كتير. خلايا عادية بقى مرتاحة مش عايزة بتنديها أكسجين على قد حاجتها. فإذن عشان عملية التبادل دي والتفاهم ما بين الخلية وكرة الدم الحمراء تتم، عايزة بط. فإذن الخلية الدم الحمراء أكبر شوية من الشعيرات الدموية، عشان إيه؟ أما تيجي تتحرك داخلها تتحرك ببطء، فيبقى عندها هذا الوقت. طب التحرك ببطء ده بيعمل ايه في الخلية؟ هي خلية الدم الحمراء لا تتكاثر، لا تتكاثر ولا تستنسخ نفسها، هي خلية واحدة. تطلع من النخاع العظمي لحد وتقوم بشغلها لحد ما تموت. فالاحتكاك بجدران الشعيرات الدموية ده والمعاناة بتاعتها دي بعد فترة بتبتدي ايه؟ تتكسر. طب بتتكسر فين غالبا يا اخوانا؟ وليه؟ بتتكسر في الطحال. وليه بقى بالذات في الطحال؟ لأن الشعيرات الدموية التي تسري في الطحال هي أضيق
شعيرات دمويه في الجسم. فهنا بقى المعاناه الشديده لكرات الدم الحمراء، وهنا بتبتدي تتكسر وتموت في الشعيرات الدمويه في الطحال. بيحصل لها ايه بقى بعد ما تتكسر كرات الدم الحمراء دي؟ وبيروح فين الهيموجلوبين بتاعها؟ هي الهيموجلوبين عباره عن حديد وبروتينات امينو اسيد، بيروحوا فين؟ برضو ان شاء الله هقوله لكم عشان ما اطولش عليكم في فيديو قادم ان شاء الله، فارجو انكم تتابعوني، وارجو ان هذه الحلقه تكون افادتكم. حاولت ان انا اعملها مبسطه على قدر الامكان، ولو انها موضوع علمي تام، ولعلمكم من المواضيع الصعبه شويه في البلد فيسيولوجي، مش من المواضيع السهله، بس الحمد لله قدرت ابسطها بحيث الشخص العادي يفهمها، والشخص اللي بيدرس طب او اي مجال قريب من الطب برضه يفهمها. واوعد ان انا اعمل فيديو عنها بالتفصيل شويه، مناسب جدا لطلبه الطب او الدارسين في مجال قريب من الطب، وبرضه مناسب للاشخاص اللي يحبوا يثقفوا نفسهم بدرجه اعمق حبتين. اذا كان الفيديو عجبكم اعملوا لايك واعملوا شير، واللي ما اشتركش يشترك طبعا ان شاء الله، عشان الفيديوهات الجايه دي تجيلكم. وان شاء الله رب العالمين برضو تعملوا لي كومنت لو هذه الفيديوهات من النوع اللي بتلاقي عندكم قبول وبترتاحوا لها وبتفهموها وبتستفيدوا منها، اعملوا لي كومنت عشان ابتدي اعمل لكم فيديوهات كتير من هذا النوع جنب الايه الفيديوهات المتخصصه بتاعتي عن الامراض الجنسيه الانتقاليه وامراض الذكوره. واشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.